مرحبا، أنا محمد قاسم، واليوم حنحكي عن المدينة الوردية، مدينة البتراء. حنحكي وحنزورها. إحنا الآن إن شاء الله في اتجاهنا إلى مدينة الأنباط، أهم معلم سياحي في الأردن، واللي دخل على أحد عجائب الدنيا 7 في عام 2007. بس قبل ما نطلع ونتحرك يا إخوان، لابد أنكم تشتركوا داخل القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ونعمل فيديوهات عن الأردن وفيديوهات بتخص دول شنغن والأوروبا بشكل عام. لكن بالبداية قبل ما تسافر، دائما أبدا دعاء السفر دعاء التحصين. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأنه نحكي هذا الدعاء عشان ربنا يخون علينا السفر تاعنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أننا نعوذ بك من معفثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الآن حنتجه من العاصمة عمان إلى المدينة الوردية في منطقة وادي موسى. تابعونا للأخير حتى نتعلم، واللي ما زار البتراء حتى يعرف ليش كل السواح اللي بتيجي من خارج المملكة بتزور هذه المدينة اللي تعد إرث تاريخي، إرث جميل جدا. تابعونا حتى النهاية ولا تنسونا من الاشتراك. احنا نحن 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 نحن
بسكوت. شوف الغرفة بتاعتنا. نحط الكارت. لطيف. سويت. سعر منطقي. احنا ان شاء الله هنطلع نمشي ونوثق في مدينة البتراء. الفندق كله نون سموكن. هسه خنبلش. مدينة البتراء هي مدينة أثرية تقع جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وهي أحد ألوية محافظة معان، تبعد عن العاصمة عمان 225 كيلومتر إلى الغرب من الطريق الصحراوي الذي يصل ما بين عمان ومدينة العقبة. أسست البتراء في عام 312 قبل الميلاد كعاصمة لمملكة الأنباط، وقد تبوأت مكانة مرموقة لسنوات طويلة، حيث كان لموقعها على طريق الحرير المتوسط لحضارات بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر دور كبير من دول الأنباط بزمام التجارة والحضارات. كانت كل التجارة بتمر من مدينة الأنباط. كانت هاي المدينة السكنية منحدرة من جبل المذبح بين مجموعة من الجبال الصخرية الشاهقة التي تشكل الحضارة الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية الممتدة من البحر الميت وحتى خليج العقبة. الآن مدينة أيضا البتراء مساحتها ما تقارب 900 كيلومتر مربع، أما مساحة المحلية الأثرية فتبلغ 264 كيلومتر. تعتبر البتراء يا إخوان إحدى منطقة الألوية في مركز مدينة موسى. تمتاز مدينة البتراء بأنها مدينة محفورة تمام في الحجر الرملي في سقوط جبال وادي موسى الوردية اللون، لذا سميت بالمدينة الوردية، لأن هون انطلق عليها اسم المدينة الوردية. يمكن للزوار أنهم يصلوا إلى هذه المدينة بواسطة السيارات أو عن طريق السير في الأقدام أو عن طريق الأحسنة والفقة. موقع البتراء تمام غير مكتشف حتى الفترة العثمانية، تم إعادة استكشافها من المستشرق السويسري يوهان في عام 1812. أدرجت مدينة البتراء على لائحة التراث العالم التابع لليونسكو في عام 1985، وكما تم اختيارها كإحدى عجائب الدنيا السبعة الجديدة في عام 2007. تابعونا حتى نزودكم في كل شيء جديد حنزور المدينة ونتعرف على معالمها. خليكم معنا. احنا الآن في مركز الزوار، مركز زوار مدينة البتراء. موسيقى
الآن إحنا بدينا في المدخل إن شاء الله. شوي صغير المدخل لمنطقة السيق. هي هنا العربات المتحركة فيول دليل السياح اللي بدك تاخذوه من هذه المنطقة. Talk about the PCI, the Ablex tool. Roman tool. Why the letter? الآن يا إخوان في منطقة السيق، تمام؟ السيق هو الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة البتراء القديمة، وهو عبارة عن شق صخري يتلوى بطول حوالي 1200 متر وبعرض بتراوح ما بين 3 إلى 12 متر ويصل ارتفاعه إلى ما يقارب 70 متر. يعتبر الجزء الأكبر منه طبيعي بالإضافة إلى جزء آخر ناحته الأنباط، وينتهي السيق في الجهة المقابلة إلى الخزنة. يعني الآن إحنا حننتهي في منطقة الخزنة إن شاء الله. Thank you.
سبحان الله، منه طبيعي ومنه فعليا شيء تم إنجازه من قبل الأنباط. طلع هنا في صيانة كانت عليها. كم الكرنفال؟ طلعت شركة هونداي. هونداي الخزنة، بيعتبر مبنى الخزنة هيك منحوت في الصخر، أشهر معالم بتروم أكثر أهمية، حيث اختار الأنباط موقعه بعناية كأول معلم بواجهه الزوار بعد دخوله هاي المدينة، وتسمى بهذا الاسم لأنه اعتقد البدو المحليين بأن الجرة الموجودة في أعلى الواجهة بتحتوي على كنز، ولكنها في الواقع هو ضريح ملكي. تكون واجهة الخزنة من طابقين بعرض 25 متر وارتفاع 39 متر، تم إفراغ مئات الآلاف الأمتار المكعبة من الحجر الرملي من الخزنة عندما أعيد كشفها في القرن 19. تظهر في واجهتها الحالية أمامكم في الوضع النهائي. بتكون الطابق السفلي من 6 أعمدة على طول الواجهة الأمامية، وتقف فوقه مصطبة في وسط سلم، ويبلغ طول العمود في الطابق السفلي حوالي 12 متر، في الطابق العلوي بيبلغ ارتفاع 9 أمتار، كما يبلغ ارتفاع الجرة في الأعلى حوالي 3.5 متر. الآن في أحد أهم معالم البتراء وهو الخزنة. كل الزوار أول ما بتيجي حيواجهوا بعد السيق الخزنة اللي اختارتها الأنباط، زي ما حكينا أهم معلم، حتى لما يفوت أي شخص المدينة يلاقيها تمام فعليا، ومكان تجمع السياح، لكن ممنوع في الوقت الحالي الدخول إليها للأسف. كنا نتمنى نفوت ونصور لكم للداخل، لكن في أعمال صيانة فما راح نقدر نفوت إلى الداخل. الآن إن شاء الله هسه حنكمل ونكتشف أكثر في مدينة البتراء، المدينة الوردية التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبعة، اللي تم اختيارها في عام 2007. المسرح والدير، بصراحة يا أخوان تستحق الزيارة. المدينة الوردية عجوبة، لما حكينا عجوبة من عجائب الدنيا السبعة فهي عن جد عجوبة من عجائب الدنيا السبعة، وتستحق منا إنه إحنا نزور هذه المناطق. يعني فن العمارة عند الأنباط لا يزال قائم إلى الآن، إلى الفترة الحالية. إحنا مشكلتنا إذا واحد فينا بنى بيت ممكن بعد 5-6 أيام تلاقيه انهد، بلش رطوبة وكت. طلع
صراحة يعني المنطقة شوب، لكن أفضل أوقات الزيارة بتكون الخريف، الصيف شوي حر، الغالبية سياح. للأسف إحنا عندنا الأردنيين ما بيزوروها، وكثير من الناس سألناهم فعليا ما بيعرفوها، ما وصلوها. بقول لك إيه، بدي أروح أشوف حجار يا أخي. هي ثقافة، مش فكرة إنه أشوف حجار، أنت بتتعلم، بتشوف ثقافة، هنا عم تتطلع على ثقافة، ثقافة موجودة من الأزل، ثقافة موجودة من الأزل. يعني لازم نعرف تاريخنا، إحنا لازم نعرف شو التاريخ تاعنا، التاريخ إيش بيه التاريخ. بدينا حكينا شوي عن الدير، والتاريخ النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد، بتكون مبنى من طابقين بيحتوي على تماثيل متحركة، هو أكبر حجم من مبنى الخمسة من الخزنة، وصل إلى عرضه تقريبا 50 متر. بالنسبة للمسرح هو أكبر مبنى داخل البتراء، أمامكم شايفينه، بنى في القرن الأول للميلاد على شكل نصف دائرة بقطر 95 متر تمام، وبارتفاع 23 متر، وهو منحوت في صخر باستثناء الجزء الأمامي منه. بيستوعب المسرح ما بين 7 إلى 10 آلاف مشاهد، وبتكون من مقاعد مشاهدين من 45 صف من المقاعد، مقسمة أفقيا إلى 3 أقسام، الأسفل 11 صف والأوسط 43 صف والعلوي 10 صفوف، وهي مقسمة أيضا من خلال الأدراج الخمسة إلى 6 أجزاء، ويوجد فوق المدرجات قطع صخرية مقطوعة من بعض المدافن السابقة لبناء المسرح. قصر البنت بس بده مسافة، للأسف ما راح نقدر نوصل له يعني نتيجة الحرارة الشديدة الموجودة هنا. هو قصر بنت فرعون، هو معبد نبطي من القرن قبل الميلاد، وبكمن أهمية هذا القصر بأنه أحد مباني بتراء القليلة التي صمدت رغم الزلازل اللي حدثت في منطقة وادي موسى أو اللي هي البتراء. صموده بسبب الديناميكية اللي بنوا فيها، هذا بدل على وجود هندسة عمارة عندهم كانت مخيفة جدا، فمش غلط إنه إحنا نيجي نتعلم، نيجي ونشوف هاي الثقافة. هسا ممكن احنا نحكي انه انا بدي اروح ازور والله مثلا المانيا حتى اشوف والله كيف فن العمارة. للعلم يا اخوان، فن العمارة بلش دائما ابدا من المناطق العربية، يعني هذا الشيء واضح امامكم، التاريخ بعيد نفسه. الحمد لله، بعد مسير ما يقارب 7 كيلو انهينا رحلتنا بسلام. اعطينا الف عافية يا اخوان، فعليا هلاك 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 جدا، وصعب صراحة الواحد يروح هناك في الصيف. افضل اوقات هي اوقات الشتاء، منطقة وادي موسى في فصل الشتاء تكون أبرد، درجة الحرارة هنا كثير مرتفعة، لكن الحمد لله أنجزنا أكبر قدر ممكن. يلا احنا في الساحة، ساحة الزوار، تجي إلى الفندق. Do you want a t-shirt, stamps, any glass, any frame? الحمد لله انهيناها بسلام. صراحة يعني بطل من كل شخص ما زار البتراء يزور البتراء. أول شيء عشان نشجع السياحة الداخلية عندنا في الأردن، ثانيا حتى يتعرف على أهم معلم سياحي عندنا موجود في الأردن، وهو المدينة الوردية، جدا رائعة، لكن يفضل زيارتها في فصل الشتاء أفضل صراحة. فصل يعني الصيف نار نار نار، لكن الحمد لله
وبفضله يعني انهينا المسير. حاولنا نغطيكم اكبر قدر ممكن. بالنهاية بحب اذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. يعني زي ما برجع ودائما بحكي لكم في الاحصائيات انه الناس اللي بتشاهد القناة مش مشتركين، فلا بد من انكم تشاركوا القناة حتى نستمر في عرض المزيد من الفيديوهات السياحة الداخلية ايضا والسياحة لاوروبا. وبنهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.